سلام البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى ايضا اموركم تكون كامله مزيانه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وكيف كتشوفوا معايا، بما اننا هاد الايام في ايام العيد، عيد الاضحى، غادي نحاول نوجد لكم مجموعه ديال الوصفات اللي متعلقين بالعيد. وكيف كتشوفوا معايا، الوصفه ديال اليوم غادي نحاول نقدم لكم الكبده والقلب مشرملين، ولكن بالطريقه ديالي، ضفت عليهم حتى الكلاوي. والكميه ديال الكبده راه تقريبا قد الكميه ديال القلب. ديجا درتهم في الماء سخون وخليتهم ارتاحوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الدقائق وحيدتهم. على عكس القلب، هو اللي درتو تقريبا شي 5 دقائق، درتو في الماء سخون وضفت عليه واحد المعلقه ديال الخل باش يلاه كيهشاش واحد شويه، حيت كيف عارفين الكلاوي والكبده دغيا كيطيبوا والقلب كيشد شويه الطياب. داكشي علاش درتو في الماء سخون وشويه ديال الخل باش كيهشاش ليا وكيطيب دغيا. غنحتاجو ايضا الملحه، زيت نباتيه اولا زيت البلديه، يعني اللي كان متوفر عندكم اولا على حسب الذوق ديالكم. يعني كاينين الناس اللي كيفضلوا زيت البلديه، وكاينين الناس اللي كيديروا نص كميه ديال زيت البلديه ونص كميه من زيت نباتيه. غنحتاجوا الماء باش نوجدوا لاصوص ديالنا. غنحتاجوا واحد المعلقه ديال كبيره ديال الطماطم المصبره. العطريه عبرتها بمعلقه صغيره، يعني التوابل كامله فيهم معلقه صغيره ما عدا الابزار اللي نص معلقه، تحميره، سكنجبير، ثومه يابسه، سكنجبير والكمون كلهم معلقه صغيره. درنا نص حامضه مقطعه، نقشرها ونقطعها. الا كان عندكم الحامض مصير تقدروا تستعملوا الحامض مصير، راه هو كيجي ألد من الحامض العادي. غنحتاجوا ايضا جوج معلقات ديال القزبر ومعدنوس، جوج معلقات كبار. ندوزوا دابا على بركه الله نوجدوا الطاجين ديال الكبده والقلب والكلاوي على الطريقه ديالي. خليكم معايا ما تمشيو فين. ودابا انا رجعت لكم، وضعت الزيت هو الاول في الطاجين. غادي نضيف عليه دابا، غنضيف عليه الحامض والربيع كيف شفتوا معايا. من بعد ما وضعت الحامض والربيع غادي نضيف عليهم مطيشه، هذيك المعلقه ديال الطماطم مصبره. صراحه هاد الطويجين هذا اللي عندي واخا صغير كيطيب غزال صراحه. هذا من الطويجنات اللي ما كنحتاجش ندير لهم الحديده، تقريبا واخده دابا شي 3 سنين واقيلا هو عندي، واخده من في كازا من البرنوسي، من عند واحد السيد كيجيب الطويجنات. صراحه كيجيب طويجنات غزالين، وهاد الطويجين هذا كنت خديته من عنده وصراحه عجبني. غنضيف شويه ديال الماء، ما غنضيفش بزاف، غير باش نمرق هاد المطيشه مع الربيع، باش نضيف عليهم باش نضيف عليهم العطريه كيف شفتوا معايا. غادي راني خدامه وانا شاعله البوطا، غنوضع العطريه كامله كيف شفتوا معايا. الثومه الا ما كانش متوفره عندكم الثومه يابسه، يعني تقدروا مجففه، تقدروا انكم تستخدموا واحد جوج فصوص ديال الثومه اولا ثلاثه، يعني على حسب الذوق. الا كنتو من الناس اللي كيبغيو الثومه مجهده، يعني تقدروا تضيفوها، تضيفوا يعني كميه اكثر كيف شفتوا معايا. انا كنخلط الزيت، راه كنت درت 3 ديال المعلقات، غادي نزيد واحد المعلقه دابا، يعني 4 المعلقات ديال الزيت. والملحه ما غنديرش بزاف، حيت نسيت ما قلتش لكم في الاول انني غادي ندير الشامبينيون، والشامبينيون كيكون مالح، فما غاديش ندير بزاف، درت غير شويه. وانا راه في نفس الوقت راني البوطه كنت نقص عليها، دابا راني جهدت البوطه واحد شويه. غادي نضيف القلب والكبده والكلاوي، يعني شويه بشويه انا كنضيف وكنخلط. وكيف قلت لكم في الاول، راه الطويجين هذا صغير، يعني داكشي غادي يجي فيه مزاحم، ولكن راه غزال، حسن من الطاجين الكبير اللي عندي. يعني اللهم هذا بنين وصغير، مزاحم ولا الطاجين الكبير، وما كيجينيش بنين صراحه.
واخا انا هذا الشيء ما كناكلوش ولكن ضروري ما كنوجدو كيف عارفين ايام العيد، يعني الوصفات ديال العيد راه كيبقاو خاصين بالعيد ضروري منهم، واخا ما كناكلش هذا الشيء عزيز عليا نصايبو، يعني عزيز عليا نوجد الشهيوات اللي متعلقين بايام ديال العيد، يعني ماشي بالضروره احسن نكون انا كناكل هذيك الحاجه عاد نصايبها. دونك عزيز عليا هذا الشيء. كيف شفتوا معايا انا حاولت باش انني العناصر كلها تكون تجانست مع بعضياتها، كيف شفتوا معايا يعني الطويجين جا غيجي هو هذاك المكونات اللي درت غادي يجيو عبار مع الطاجين، ودابا غادي نضيف الماء باش نمرق هاد لاصوص ديالي باش الكبيده والقلب والكلاوي يلقاو لاصوص فين يطيبو. شوفوا معايا، ومن بعد ملي غادي نخوي الماء كامل غادي غير نكمل التخلاط ديالي، وغادي نقص على البوطه ونخليهم يطيبوا في نار مهيله. انا غادي نحول الطاجين لهذا الراس هذا حيت هذا عندي راس كبير، غنحولو لهذا مويان اولا نحولو للراس الاخر الصغير اللي هنايا، يعني على حسب نشوف واش غادي نحتاج انا هذا الراس ولا لا. وغادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم يعني واحد نص ساعه ساعه الا ربع، وغادي يكونوا العناصر ديالي كلهم طابوا ووجدوا. كتشوفوا معايا انا غادي نحولو دابا، نحولو بعدا لهذا الراس هذا ونخليهم نخليه كيطيب. غادي نغطي الطويجين. صراحه هاد الطويجنات هادو ما كيتباعوش بالغطا، هذا غير الغطا ديال واحد الطاجين اخر كان عندي تهرس ليا ووليت كنخدمو لهاد الطاجين هذا، جاني تقريبا العبر ديالو، وفي نفس الوقت ما كيسدش على الطاجين كامل، يعني كيبقى الطاجين كيتهوى من الجناب وكيطيب داكشي على خاطرو وما كيتزلعش ليا. كيف شفتو معايا انا حولتهم هنايا وغادي نقص عليه وغادي نخليه كيطيب، غنخلي الطويجين ديالي كيطيب. كيف شفتو معايا غنخليه هنايا دابا واخا نقص عليه غير حيت الطاجين باقي شاد السخونيه، داكشي اللي كيبان لكم كيبقبق بزاف، انا غادي نسد عليه ونخليه يطيب ونتلاقاو واحد شويه نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. ودابا هنا رجعت لكم الطاجين ديالنا، ها هو وجد كيجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، راه باقي سخون. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ايضا انكم تجربوها، وما تنساوش كيف كنقول لكم ديما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. وايضا الى جربتوا الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي لي كومونتير ديالكم وتقولوا لي كيف جاكم كيف جاكم المذاق ديال الطويجين ديال اليوم. كنشكركم على المتابعه وكنضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.